أساسي في عهد المدرب السابق إيديريا، كان يتم طبعا اختياره أساسي أكثر من ماركيتي. والرأسية، يا سلام على الثاني، يا سلام على ميرو، يا سلام على ميرو. هي كراتك، هي كراتك، وأنت بالتأكيد ممكن أن تسجلها حتى وأنت مغمض العينين. رائعة من كافاندا العرضية، فينيشنج أحلى وأحلى من ميرو. ميرو طبعا 10 أهداف له هذا الموسم، وجماهير اللاتسيو صغارا وكبارا يسعدون بتحليق النسور المستمر، ويبدو طبعا ان الانتصار الثامن على التوالي في الطريق. اتسع الفارق الان، لاتسيو 2 امبولي لا شيء، لاتسيو 2 امبولي لا شيء. ميروسلاف كلوزا، والنتيجه على وجه طبعا موريتسيو ساري. بيليا وكاندريفا، على صواريخ كاندريفا، على صواريخ أنطونيو. عندما يسدد أنطونيو، من ذا الذي يقف أمامه؟ كأنطونيو كاندريفا ثالث الأهداف، وكل هذا في شوط واحد، وكل هذا في شوط واحد. نعم، سابع أهداف هذا الموسم. مدفعجي لاتسيو يسدد كرة ولا أحلى، ولا حول ولا قوة لسيبي، لا حول ولا قوة أن يتصدى لمحاولات لاتسيو. وأنطونيو كاندريفا أيضا يذهب ويصافح اللاعبين الاحتياطيين وكل زملائه، وهذا طبعا كايتا بالدي اللي جالس احتياطي هذا اليوم. أنطونيو يضيف المزيد، ولاتسيو لا أحد يستطيع إيقافه على ما يبدو بهذه الأيام. هائلة هائلة هائلة، وكأن المركز الثاني حقيقة يعني أصبح حائرا بين قطبي. الكرة مقطوعة وميرو يقطعها ويواصل 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 ويواصل. الله الله على ميرو، الله 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 الله، صناعتك يا ميرو، نهايتك يا فيليبي. 4-0 4-0، الله على ابن ال 37 الذي يتألق كلما كبر يوما من عمره. 4-0، صناعة ميرو، صناعة ميرو النجم الألماني الكبير، السوبر ستار الألماني. الهدف لفيليبي أندرسون، ولكن أيضا لاحظوا لاحظوا كيف خطفها، لاحظوا مر من لاعب ببراعة، ببراعة العشرينيات، ويمررها إلى فيليبي في المرة الأولى، يصد الحارس ولكنه يحسن المتابعة في المرة الثانية، اللمسة الصحيحة. وفريق لاتسيو الآن بات صاحب خط الهجوم الأقوى